خلدت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا اليوم العيد الدولي للشغل الذي يصادف فاتح مايو من كل سنة. وتميزت فعاليات التخليد بمسيرة شاركت فيها الأقسام النقابية التابعة للكونفدرالية، وانتهت بمهرجان تضمن تقديم عريضة مطلبية تطالب بحماية حقوق العمال وزيادة الأجور وخفض الأسعار. من أمام مقر إدارة المياه مروراً بملتقى طرق العيادة المجمعة، بدأت مسيرة الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا احتفاءً منها بتخليد العيد الدولي للشغل الذي شكل مناسبة عبرت فيها الشغيلة الوطنية المنطوية تحت لواء الكونفدرالية عن مطالبها وتطلعاتها المستقبلية، ورفعت شعارات تطالب بزيادة الأجور والرواتب وتسوية وضعية الموظفين والعمال والمصادقة على الاتفاقية رقم 189 حول المنازل ووقف البطالة المزمنة، إضافة إلى توفير ظروف العمل اللائق للعمال والموظفين. وانتهت هذه المسيرة بتنظيم مهرجان خطابي بساحة مجمع المدارس بولاية نواكشوط الغربية، أكد فيه الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا ضرورة فتح المفاوضات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والتحديات التي تواجه العمال. اليوم احنا مطالبين من المنبر باسم كافة المنتسبين سجلتهم في كافة امتداد التراب الوطني، أعلننا لفتح مفاوضات حقيقية من أجل إيجاد حلول الكبريات للمشاكل اللي من ضمنها ضعف الإخلاصات وارتفاع الأسعار والبطالة. قلت الدور وندوروا الماء والضوء للناس كاملة، ندوروا هذه ثروة موريتانيا حديدها ونحاسها وذهبها وفوسفاتها وغازها وحيوانها وترابها، على ان هذا يقسم على موريتانيا وتستفاد منه الموريتانيا كامله. كما تميز المهرجان ايضا باستعراض الكونفدراليه لعريضتها المطلبيه التي تضمنت من بين امور اخرى مراجعه الحد الادنى للاجور وتوفير الضمان الاجتماعي والتامين الصحي. فاتح مايو إذن موعد يتجدد كل عام، وتتجدد معه امال وطموحات الشغيله الوطنيه تحقيق مطالبها والدفاع عن حقوقها الأساسية.